خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو، ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ اسامه؟ محمد اول، والله كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبخير وسلام. ممكن تعلي صوتك شويه صغيرين بعد اذنك؟ حاضر، ماشي. مش هطول على حضرتك. لا خالص، طولي، انا ورايا ايه، احنا قاعدين. ربنا يخليك. ما عندناش اي حاجه. في فريق الاعداد، والله ما كنتش اعرف عشان حضرتك هتكلموني. ربنا يخليك. بعت لكم من زمان قوي. بص حضرتك، انا عندي 19 سنه واسمي ايماء. كنت مرتبطه بواحد، يعني بقالي يعتبر، هو وقت ما بعت المسج كان شهرين، دلوقتي يعني داخلين في 3 شهور. هو حد كويس يعني، وفي كل الصفات الكويسه، ويعني عارف ربنا وبيصلي وبيصوم وبيقرا قران، يعني ما فيهوش اي حاجه وحشه. انا عارفه يعني معرفه شخصيه قبل ما ارتبط بيه، يعني هو يعني قريب مننا وكده في المكان اللي انا عايشه فيه. جميل. مش قادرة أخد نفسي. في حاجة بس غريبة كده ظهرت من فترة، يعني وهي يعني أسفة في اللفظ، يعني هو الحاجة اللي أنا عايزة أتكلم فيها هي اللي هي الدياسة. أسفة طبعا في اللفظ، يعني أنت اكتشفتي بعد كده إن هو عنده الداء السيء ده. بص أنا مش عارفة أصلا هي كده ولا لأ، ولا هو برضو عارف، بس أنا مش عارفة الحاجة دي جت منين. بس هي كانت عبارة عن كلام، يعني ظهرت في كلام. عبارة عن ايه؟ كلام يعني. يعني هو بيتكلم، يعني معلش وضحي لي المشكلة اللي ظهرت معاكي، هو عمل معاكي ايه حسسك بكده؟ حاضر. هو مثلا يعني باختصار، مثلا في مرة بنتكلم بنهزر، بيقول لي هتعصبيني واحنا متجوزين هطلقك. فقلت له تقبل تطلقني؟ قال لي لو عصبتيني هطلقك أول مرة وهرجعك تاني مرة، هرجعك تالت مرة، هنحتاج محل. فأنا كنت بهزر عادي، فبقول له يعني وبعد يعني هتبقى قابل إن أنا أتجوز حد تاني حتى لو محل أو كده؟ فقال لي إيه المشكلة، أنت هترجعي لي تاني؟ فما حسيتش يعني إيه، هي كانت حاجات بسيطة، بس دي كان ده كان أول موقف. ما حسيتش إن هو مثلا يعني غيران عليا او حاجه. ده غير طبعا ان اللبس بتاعي، انا لبس كويس وكل حاجه، بس انا اللي ساعات قبل ما بنزل انا اللي بقصد اقول له كده، انا مش عايزه البس حاجه طويله النهارده، مش عارفه ايه، بس انا مش بلبس كده، بس بختبر. بيقول لي براحتك، يعني مفيش اي حاجه. شعري انا مش مبينه من الطرح، بس قلت له هو انا في رمضان ينفع بين شعري؟ اصل في ناس بتبين شعرها عادي وهي صايمه ومش بيبقوا خايفين او حاجه. بيقول لي براحتك. اقول له شفت النهارده مثلا في المواصلات حد عمل لي حاجه؟ ده ما حصلش. يقول لي عادي، بعد كده بخلي بالك مفيش اي غيره ولا في اي حاجه. دي كانت حاجه. حاجه تانية، مره نازل مع اصحابه، دي بقى اللي قال لي فيها وقتها، كان نازل مع اصحابي، فقلت له تمام، خلي اصحابك ينفعوك وبقى سلم لي عليهم، كانت كلمه هزار. فلما مشى وجاب يقول لي كنت بقى عايزه تسلم على مين فيهم بالظبط؟ او مثلا صاحبي كذا وكذا وكذا، مين فيهم عاجبك؟ لقيت بقى الموضوع دخل في حته تانية. قلت له انت عبيط، انا كنت بهزر. قال لي بس انا بتكلم بجد، بجد في حد فيهم عاجبك؟ ممكن اخليك تكلمي لو عايزه. فهو اصلا بيتكلم معايا، كنت حاسه ان مش هو ده بيختبرك ولا هو كده. لا هو بقى بعدها لما قلت له انت ازاي كنت بتقول لي كده وبتاع، قال لي مش عارف، بس اقول لك على حاجه، بس ما تستنقص يعني، انا ما استنقصوش، وبس تحاولي تفهميني عشان انا حسيت بالحاجه دي كذا مره، كنت بحاول اكذب نفسي بس مش عارف هي ليه كده بتجي لي كده فجاه. قلت له ايه هي؟ فقال لي انا ساعات بحس ان انا كده معاكي، ساعات بحس ان انت لما بتذكري لي اسم راجل غريب مش بغير ومش بتضايق. فاكره لما قلت لي قبل كده على المحلل وان انت مش غيران، انا فعلا ما كنتش غيران وقتها، وما كانش عندي مشكله ان انت تتجوزي محلل او كده. ويعني هو الموضوع جه كده، صحابه بيقول لي انا فعلا كنت فعلا محتاجه اسمع منك، كنت بتقولي لي ايوه صاحبك فلان عجبني. ده يسعده ايه؟ قال لك ان ده يسعده انه يسمع ده. بيقول انا بقى محتاجه اسمع منك الكلام في الموضوع ده. وقتها خدت طبعا موقف كبير، وخلاص وربنا يسهل لك، وشوف بقى تتعالج ولا تعمل ايه في نفسك. بس بعدها اللي هو بيصحى تاني يوم بيبقى يعني ايه، بيبقى كاره نفسه وكاره الكلام اللي كان قايله امبارح، وبيبقى ناسي اصلا معظمه، بس بيبقى فاكر الموضوع كان عليه. وبيقول لي ليه بتجاريني في الكلام، وليه بتتكلمي معايا، وليه بتطولي في الكلام، وليه ليه بتتناقشي معايا؟ لما تلاقيني بتكلم في حاجه زي دي اقطمي، ما تخلينيش اتكلم. فبحس ان اكن مش هو، اكن شخص. لا 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 لا